السلام عليكم. Our topic today will be respiratory center of the brain and control of breathing. هنتعرف فيه على ال centers بتاعت ال respiratory system اللي بت initiate أو اللي بت regulate ال respiratory movements. First عندنا ال respiratory centers هي عبارة عن collection of neurons inside the CNS. Collection of neurons inside the CNS مكانها فين؟ احنا البرين بتاعنا اهو تحت البرين بيبقى فيه البرين ستام اللي هو جذع المخ. البرين ستام ميد برين بونس اند ميدالا. الريسبيراتوري سنترز موجودة في البونس اند ميدالا. عندنا الريسبيراتوري سنترز اللي هي النيورونز بتاعت السنترز جزء منها موجود في المضلة وجزء موجود في البونس. النيورونز الموجودة في المضلة واحدة منها اسمها respiratory dorsal respiratory group اللي هي ال DRG والتانية اسمها ال ventral respiratory groups. دول two collection of neurons موجودين في المضلة بيعملوا two groups. دول تقريبا بيبقوا موجودين في المضلة ك one center فهما دول الجزء الأولاني من respiratory centers. عندنا other two centers عشان يبقى respiratory centers بتاعتي عبارة عن three parts اللي هما موجودين في البونس. البونس في two other groups أو two other collection of neurons. أول واحدة pneumotaxic center والتانية apneostic center. النيموتاكسيك سنتر بتبقى فوق في البونس upper pons والابنيوستيك سنتر في lower pons. دول two centers inside the pons. عندي other centers موجودين في المضلة acting ك one center زي ما هنشوف ليه بعد شوية. هما موجودين في المضلة جنب أو ورا بعض فبنسميهم المضلة dorsal respiratory group DRG ده أول center والتاني ventral respiratory group. نتعرف الأول على dorsal respiratory group and ventral respiratory group. هما مكانهم في المضلة زي ما اتفقنا واسمهم بيدل على مكانهم. يعني dorsal respiratory group هي موجودة dorsally فعشان يسموها dorsal respiratory group. موجودة dorsally لإيه؟ للventral group وبالتالي هي اسمها dorsal respiratory group والجوة شوية فهي dorsally and medially ده مكانها. الventral respiratory group هي ventral للdorsal group وبالتالي سموها الventral respiratory group وبتبقى ventrally وكمان لبره فبتبقى المكان ventrally and laterally in the middle. هما ال two centers دولت اللي مسؤولين على respiration. هما اللي متوصلين بالrespiratory muscles ولذلك هما فيهم neurons أو بيبعتوا neurons للrespiratory muscles. فالدورسال respiratory group فيها نيورونز بتبعت للإنسبيراتوري muscles سميناها إنسبيراتوري نيورونز عشان بتوصل للإنسبيراتوري muscles. الventral respiratory group بتبعت impulses through two types of neurons تانيين واحدة إنسبيراتوري and واحدة expiratory neurons برضو متوصلين بالإنسبيراتوري and expiratory muscles of respiration. الانسبيراتوري نيرونز اللي موجودة في الدورسال ريسبيراتوري جروب هي collection of neurons مجموعة من النيرونز جزء من نيوكليس. احنا عارفين تعريف النيوكليس هو collection of neurons inside the CNS. طب النيرونز دي او النيوكليس بتبقى فيها مجموعة من النيرونز. النيوكليس اللي انا قصدي عليها هي نيوكليس سوليتيرز. دي نيوكليس موجودة في المضلة فيها مجموعة من النيرونز كتيرة جدا منهم الانسبيراتوري نيرونز of the respiratory center. الريسبيراتوري سنترز اللي هي الventral and dorsal respiratory group اتفقنا ان هما فيهم inspiratory and expiratory neurons. الدورسال respiratory group الاولانية بتبعت inspiratory impulses through inspiratory neurons اشارات من خلال الانسبيراتوري نيرونز لحد ما توصل للانسبيراتوري ماسلز اللي هي مسؤولة على النورمال
breathing normal resting breathing النورمال breathing العادي. ايه هي المسلز؟ طبعا احنا عارفين النورمال respiratory muscles بتاعتي diaphragm and external intercostal muscle. انما if I suppose او لو انا احتاجت بقى ان انا ما اعملش normal resting respiration ولكن اعمل respiration more deep اعمله more strong يبقى الrespiration بتاعي stronger and deeper. هل هنكتفي بالexternal intercostal muscles and diaphragm؟ No. هنحتاج other muscles ولذلك ال ventral respiratory group بتجوين ال dorsal في الاكشن بتاعها لما بحتاج اعمل more strong and more deep inspiration. فعشان كده هما بيعتبروا كوان سنتر، هما بيشتغل هما الاثنين في البريزنج في النورمال ريسبيريشن مع ال او فورس الانسبيريشن، بس في الاخر هما الاثنين مسؤولين على الريسبيريشن. الفنت ريسبيراتوري جروب لو احتاجنا نعمل مور ديب اند مور سترونج انسبيريشن هنشغلها. ليه؟ علشان هي متوصله بتو تايبس اوف نيرون، طالع منها تو تايبس اوف نيرون، واحد اسمه inspiratory neurons هتروح للaccessory inspiratory muscles، ودي اللي هي sternomastoids calenus anterior and serratus anterior muscles. واحدة تانية في other neurons طلع من الventral respiratory group بتروح للexpiratory muscles، بس انهي expiratory muscles؟ اللي مسؤولة عن الforced expiration، لان الexpiration ده passive process فما بحتاجش فيه muscles خالص، وبالتالي لما بحتاج اعمل forced expiration بحتاج ال expiratory muscles دي اللي هي ال anterior abdominal muscles and internal intercostal muscles. وبالتالي ال ventral respiratory group مسؤولة على انه نوع من ال respiration؟ مسؤولة على ال high pulmonary ventilation، يعني مسؤولة على لما احتاج اعمل deep اعمل strong inspiration and expiration بشغل ال ventral respiratory group بجوين ال دورسل يشتغلوا مع بعض يعملوا لي الاستيميليشن بتاع كل الماسلز اللي احنا شايفينها قصادنا. طيب سؤال، انا دلوقتي عندي تو سنترز، واحده اسمها دورسال ريسبيراتوري جروب والثانيه فنترال، شغلوا لي ريسبيراتوري ماسلز وعملت ريسبيريشن، ليه احتجت يبقى عندي اذر تو سنترز؟ ليه عندي اذر تو سنترز موجودين في ريسبيراتوري سنتر؟ ليه؟ هنجاوب على السؤال ده لما نعرف الدورسال ريسبيراتوري جروب بتطلع امبلس شكلها ايه. الحقيقه الدورسال ريسبيراتوري جروب شغلتها انها بيتولد جواها كهرباء، والكهرباء دي اللي هي احنا شايفينها قدامنا اللي هي عباره عن الاكشن بوتنشال بتبقى قليله وفيري ويك في الاول، بتبقى فيري ويك اكشن بوتنشال، فيري فيو اكشن بوتنشال، والنمبر اوف اكشن بوتنشال بيزيد جرادولي لحد ما يوصل ماكسيمال افتر 2 سكندز. اوكي، يبقى انا عندي الكهرباء اللي هتتولد في الدورسال ريسبيراتوري جروب بتبقى الاول فيري فيو اكشن بوتنشال، ذن انكريز جرادولي ريتش ماكسيمم افتر 2 سكند. بعديها الاكشن بوتنشال بيستوب، فلما نو مور اكشن بوتنشال هيروح للماسلز فالماسل هات ريلاكس، فبيحصل بعديها الاكسبيريشن لمدة 3 سكند. ده الريزم بتاع الدورسال ريسبيراتوري جروب وهي شغال، بس الريزم ده الحقيقة irregular and slow. شايفين هي بتنكريز في الاكشن بوتنشال بس gradually very very slowly، وبالتالي الريزم اللي هو slow ده وهو كمان irregular، يعني ممكن ساعات تبقى السلوب بتاعها اطول من كده، ساعات السلوب بيبقى يعني اعلى من كده، ساعات اقصر من كده، ساعات النمبر اوف اكشن بوتنشلز مش بتبقى زي بعض كل مره، وبالتالي الريزم الريجولر ده انا ما ينفعش اعمل بيه نورمال بريزنج، ما ينفعش يبقى النورمال بريزنج بتاعي طول الوقت الريجولر، لازم اخليه ريجولر. فازاي هعمل كده؟ ازاي نخلي الباترن بتاع الانسبيريشن بتاعي البيزك باترن بتاعي يكون ريجولر اند فاست وليس الريجولر اند سلو؟ ازاي نعمل كده؟ نعمل كده يبقى الشكل بالمنظر ده، نخلي السلوب بتاعي ما يبقاش slowly increasing، ما يبقاش gradually increasing very very slowly، نخلي في سلوب بس السلوب بتاعي يكون fast more fast and regular.
فعلشان كده بنحتاج الـ other two centers. هم الـ other two centers هيساعدوني في إن أنا أوصل للـ regular and fast rhythm. في حاجة بقى مهمة جدا، واخدين بالنا إن الـ wave أو الـ wave بتاعتي دي الـ increase في الـ action potential بي increase gradually، بيعمل شبه المنحدر أو كأني طالع كده مطلع. قال لك الشكل ده هنسميه inspiratory ramp signal، يعني السيجنال بتاعت الاكشن بوتنشال بتزيد جرادولي، مش بتزيد مره واحده. طب وهو ده مطلوب؟ مطلوب جدا. احنا واحنا كلنا بناخد نفس، محدش بيقوم واخد نفس فجاه مره واحده يحصل ديسند للدافرام، فجاه مره واحده يحصل انفليشن لللنج، اكسبانشن لللنج. تملي بيحصل اكسبانشن لللنج بس جرادولي، مش جرادولي قوي قوي فيري سلولي، ولكن بيحصل جرادولي. وبالتالي الجرادوال انكريز في الانسبيراتوري ماسلز سيجنالز بتاعتها ده مطلوب ومهم، مش حاجه وحشه، ولكن المفروض انها تحصل مور ريجولر اند فاست. طيب لو انا ما كانش عندي، يعني لو انا ما كانش عندي الانسبيراتوري رامب سيجنالز ده، لو كان الرامب ده مش موجود، كانت كل النيرف بتاعتها هتبقى ديستشارجنج في نفس الوقت at the same time. كل النيرف هتديستشارج، هتطلع اكشن بوتنشال at the same time، فالانسبيريشن مش هيبقى سلولي، مش هيستارت فيري سلولي، او مش هيستارت سلولي زي ما احنا عارفين، او مش هيبقى نو مور جرادولي، ولكن هيبقى سادن على طول انكريز في الموفمنت بتاعت، او سادن انكريز في الاكشن بوتنشال، فيحصل سادن ديسند للديافرام، سادن اكسبانشن لللنج. فبالتالي ده هيبقى الشكل اللي هو هيعمل حاجه اسمها انسبيراتوري جاسبس. انسبيراتوري جاسبس ان فجاه حضرتك حصل لك ديستنشن في الدايفرام، ديسنت، فحصل اكسبانشن مره واحده. فالشكل ده اللي هو الانسبيراتوري جاسب، اللي هو كانه واحد ايه بيطلع في الروح كده، مش دي مش مطلوبه. ازاي اتغلب عليها؟ بنتغلب عليها ان الباترن عندي بيحصل جرادولي، بيحصل رامب، بيحصل رامب ايه في شكل السيجنال. عايزين نعرف بقى القصه ازاي بتحصل، ازاي الدوس ريسبيراتوري جروب الرامب سيجنالز بتاعتها دي هنعمل لها ادجستمنت، ازاي هنعمل لها ريجوليشن عشان الريجولر باترن بتاعي يبقى مظبوط، عشان الباترن اوف ريسبيريشن او البريزنج نورمال بتاعي يبقى ريزميك. ازاي بيحصل الحكايه دي؟ الدوس ريسبيراتوري جروب هتطلع الاسبيراتوري رامب سيجنالز اكيد، بس هي بتبقى كنترولد بتو سنترز، كنترول بتو سنترز اللي هما الابنيوستيك سنترز اند نيموتاكسيك سنترز. الابنيوستيك سنتر هيعمل ايه؟ هو اللي هيشغل الدورس ريسبيراتوري جروب، هو اللي هيشغلها. وبالتالي النيموتاكسيك سنترز هتبقى وظيفته ان هو يوقفها، يعني واحده هتشغل واحده هتوقف. لما انا اضمن ان الدورس ريسبيراتوري جروب بتشتغل في وقت وبتوقف، يعني حاجه بتوقفها، يبقى انا كده هضمن ان الريزم بتاعها هيبقى مظبوط. ازاي الابنيوستيك سنتر بتشغل الدورس ريسبيراتوري جروب؟ بتبعت لها حاجه اسمها تونيك ستيميلاتوري ديسشارج. تونيك ستيميلاتوري ديسشارج زي ما انتم شايفين، كان على طول بتبعت لها امبلسز، على طول بتبعت لها امبلسز تعمل لها ستيميليشن. تونيك ستيميلاتوري ديسشارج. طيب التونيك ستيميلاتي ديسشارج ده لو فضل مكمل على طول، هل كده هنفضل واخدين نفس 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 انفليشن انفليشن مفيش اكسبيريشن؟ ما ينفعش، فلازم حاجه تيجي توقف الامبلس اللي رايحه للدورس ريسبيراتوري جروب، تعمل لها سويتش اوف، توقفها علشان نوقف عمليه الانسبيريشن. لان لما انا بعمل التونيك ستيميلاتي ديسشارج وابعت للدورس ريسبيراتوري جروب، هيحصل ايه؟ الدورس ريسبيراتوري جروب هتستجيب وتبعت الانسبيراتوري نيرونز لللنج تعمل انفليشن لللنج ويحصل الانسبيريشن. طب لو انا ما وقفتش كده هيفضل طول الوقت عاملين انسبيريشن، لازم حاجه توقف، توقف الامبلس في وقت معين، تعمل ريتنج، تعمل ريزم معين. فاللي بتيجي توقف القصه دي اسمها النيموتاكسيك سنتر. النيموتاكسيك سنتر بيعمل سويتش اوف، بيعمل سويتش اوف، بيعمل انسبيراتوري سويتش اوف للامبلس دي. فبالتالي الدورسال ريسبيراتوري جروب خلاص
هيحصل inhibition ليها بالنيموتاكسيك سنتر، وهتوقف هتوقف الانسبيريشن، هيحصل ريلاكسيشن في الانسبيراتوري ماسلز، وهيحصل عمليه الاكسبيريشن. النيموتاكسيك سنترز مش بس بتبعت inhibitory impulse للدورسال respiratory جروب، ولكن كمان بتبعت inhibitory impulse للابنيوستيك سنتر. يعني هي بعتت للدورسال respiratory جروب وبعتت للابنيوستيك سنتر، فوقفت الامبلس اللي جاي من الابنيوستيك سنتر، خلت الدورسال respiratory جروب تقف، فبالتالي بقى ليها ريزم بتشتغل بالابنيوستيك سنتر، بس النيموتاكسيك على طول بتوقفها في اوقات منتظمه، بتعمل لها ريزم معين، وما بتبقاش سلولي، لان التونيك ستيمولات ديسشارج هتخليها مور فاست، والنيموتاكسيك سنتر هتزود الريت او هتزود الدبس بتاع الانسبيريشن، هتظبط الريت بتاع الانسبيريشن، هتظبط الدبس بتاع الريسبيريشن بتاعي. يبقى الدورسال ريسبيراتوري جروب الاكشن بتاعها دلوقتي بقى ريجليتد بالتو سنترز، ابنيوستيك سنتر شغلتها، والنيموتاكسيك سنسرز وقفتها بالسويتش اوف ميكانيزم. الابنيوستيك سنتر، بس حاجه لطيفه، هما بيسموها ابنيوستيك اند نو، يعني نو ابنيوستيك يعني جايه من الاير، يعني نو اير او نو ريسبيريشن. ليه سموا الابنيوستيك سنتر نو ريسبيريشن رغم ان هي بتبدا الاستيميليشن، يعني هي اللي عملت استيميليشن للدورس ريسبيراتوري جروب، او طول الوقت بتبعت لها ديستيميلاتوري ديسشارج. قال لك لو الاستيميلاتوري ديسشارج دي فضلت شغاله طول الوقت من غير اي حد يوقفها، هتقف بعد شويه اي حد هيفضل طول الوقت مالي اللنج بتاعته، طب ما كده خلاص الريسبيريشن هيقف بعد شويه، لا هاخد نفس ولا هخرج نفس، فالانسبيريشن هيقف او الريسبيراتوري بروسيس بتاعتي كلها هتقف، فبالتالي هي كانها بتعمل بعد شويه ريسبيراتوري ارست. ولكن النيموتاكسيك سنتر هي اكتشوالي هي السنتر اوف ريجوليشن اوف ريسبيريشن، لان هي وقفت الاكشن بتاع الدورسال ريسبيراتوري جروب وبتاع الابنيوستيك سنتر لما بعتت لهم النيجاتيف او الانهبيتوري امبلس، فسموها نيمو يعني اير او ريسبيريشن، تاكسز يعني ريجوليتوري، بتريجوليت الريسبيريشن. كده انا بالطريقه دي انا بعمل جينيسيس لريزميك بريزنج، يعني البريزنج بتاعي هيبقى ريزميك، هيبقى مش سلولي قوي، هيبقى فاست ريزميك ريجولر، بسبب التأثير الابنيوستيك سنتر والنيموتاكسيك سنتر على الدورسال ريسبيراتوري جروب. عندنا كمان انهيبيتوري امبلسز بتيجي للدورسال ريسبيراتوري جروب برضو، لما بعمل ايه بقى؟ لما انا عملت انسبيريشن مليت اللنج بتاعتي بقت inflated، الالفيولاي بقت expanded، فبالتالي هيحصل stretch في الالفيولاي، الالفيولاي هتبقى stretched، ما هي اتملت مش هي elastic fibers، هتبقى stretched. لما تبقى stretched جواها جوه الوول بتاع الالفيولاي في stretch receptors، receptors بتستجيب للstretch، الستيمولس بتاعتها stretch، فلما يحصل stretch في الالفيولاي، stretch في lung expansion، الالفيولاي دي او الوول فيها اللي فيها الريسبتورز، الريسبتورز هتبقى ستيميليتد، فتبعت اشارات، تبعت امبلسز للسنتر ثرو ذا فيجاس نيرف، تبعت امبلسز للسنتر ثرو ذا فيجاس نيرف. الامبلس دي الحقيقه انهيبيتوري امبلسز، انهيبيتوري يعني هتعمل انهيبيشن للسنتر وتوقف الريسبيريشن، توقف الانسبيراتوري بروسيس. ليه؟ ما انا خلاص انا مليت اللنج، عايزه بقى خلاص اعمل اكسهاليشن، عايزه اعمل اكسبيريشن، فمن الميكانيزم اللي بتوقف الانسبيريشن القصه بتاعت الستريتش اوف ريسبيراتوري او ستريتش ريسبتورز اللي بتبعت امبلسز انهيبيتوري امبلسز ثرو ذا فيجاس للدورسال ريسبيراتوري جروب. ده ريفلكس، اكيد ريفلكس، لان لما حصل ستيميليشن للريسبتورز بعتت افرنت، والافرنت هي ثرو اللي هو الفيجاس نيرف هيبعت لسنتر، صح؟ والريسبونس بتاعي هيبقى ان نو مور امبلس اكسبيريشن، فده ستريتش ريفلكس سموه هيرينج بروور ريفلكس. هيرينج بروور ريفلكس هو الريفلكس اللي بيحصل من خلال الفيجاس نيرف تو ذا دورسال ريسبيراتوري جروب ويعمل انهيبيشن. اخر حاجه على الريسبيراتوري سنترز اللي هي الافرنت اند افرنت فايبرز
اللي طالعين من الابنيوستيك سنترز. خلاص احنا تقريبا قلناهم، احنا عارفين الابنيوستيك سنترز هو السنتر اللي بيبعت التونيك ستيميلاتري ديسشارج للدورسال ريسبيراتوري جروب. فالفايبرز اللي هتطلع من الابنيوستيك سنترز اللي هي التونيك ستيميلاتري ديسشارج بتاعه الابنيوستيك سنترز دي هتروح تستيميليت الدورسال ريسبيراتوري جروب. هي دي الافرين فايبرز بتاعت للدورسال ريسبيراتوري جروب. عندي كمان في فايبرز هترجع تستيميليت او تنهيبت الابنيوستيك سنتر اللي هي بتبقى through the نيموتاكسيك سنتر. النيموتاكسيك سنتر هيبعت انهيبيتوري امبلس زي ما اتفقنا للابنيوستيك سنتر، زي ما بعت للدورسال سبايكل جروب هيبعت كمان للابنيوستيك سنتر. وكمان الفيجس نيرف اللي هو كان مسؤول عن هيرينج بلور ريفلكس، كمان لما يبعت انهيبيتوري امبلس للدورسال سبايكل جروب ويوقف الانسبيريشن، يوقف الانسبيراتوري امبلسز اللي طالعه منها، هيبعت كمان انهيبيتوري امبلسز للابنيوستيك سنتر. وبالتالي الابنيوستيك سنتر هي بتطلع بوزيتيف ديسشارج، بتطلع ستيميلاتوري امبلسز افرنت فايبرز للدورسال سبايكل جروب، وكل اللي بيرجع لها، كل اللي بيعمل لها يعني بيرجع لها الافرنت كلها بتبقى انهيبيتوري، كلها انهيبيتوري. هي بتطلع ستيميلاتوري انما كل اللي بيرد عليها او اللي بيرجع لها الافرنت كلها انهيبيتوري، سواء من الفيجس او من النيموتاكسيك سنتر.